المسلمون في مدينة لاغوس النيجيرية يشكون ارتفاع الأسعار في شهر رمضان. نسبة التضخم التي بلغت في نيجيريا حوالي 8% شهر مايو من العام الحالي ربما كان لها الأثر البالغ في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ارتفاع عكس تباينا واضحا حول ماهيته وأسبابه، حيث يرى من عايشه ارتباطه المباشر بشهر الصيام وإقبال الناس على شراء المواد الغذائية بكثرة. يزيد الإقبال على الشراء لإعداد طعام الإفطار في شهر رمضان، فيزيد الطلب وترتفع الأسعار لهذا السبب. لكن البعض يرى أن ارتفاع الأسعار في نيجيريا قائم قبل شهر رمضان ولا علاقة لشهر الصيام به. ليس الأمر مختلفاً في الوقت الحالي، كلما جاء وقت الصيام قالوا أن الصيام هو سبب ارتفاع الأسعار، لكن أسعار المواد الغذائية كانت مرتفعة بالفعل قبل بدء الصيام. وتجنباً للارتفاع المفرط في الأسعار، يشتري معظم أهالي المدينة الخضر والفاكهة واللحوم من الأسواق الشعبية التي تباع فيها المواد الغذائية بأسعار أقل من أسعار متاجر التجزئة، لكنهم بالرغم من ذلك يرون أن زيادة الأسعار في ارتفاع مستمر. كل الأسعار الآن مرتفعة، حتى اللحم الذي كنا نشتريه بألف نايرة أصبح سعره الآن نحو 1500 أو 2000 نايرة، حتى الأرز والفول وكل شيء، حتى الكراسون، كل شيء صار الآن باهظ الثمن. في المحصلة تتجدد معاناة المسلمين كل عام شهراً واحداً على الأقل في مدينة تسمى العاصمة الاقتصادية لنيجيريا.